بيت الانزل من عايزين اول حاجه الافكسي على سولاشن اي و سي وكمان عايزين كمان السيفتي ان هو ما يحصلش معاه هايبوغلايسيميا وان هو يستخدم يعني وانس ديلي عشان كده عايزين انسولين يشتغل لونج دوريشن ويبقى في الداي تايم فاريبيلتي وافكتيف بريدكتبل وما ياثرش على البادي ويت بتشيك انا هتكلم على كوستاليز على فلوجين الدراسه الاولى اللي هي ديش بروجرام دي كانت ديش بروجرام كانت رابط انفيريوريتي ستادي كومبير ان اي 1 تي ريدكشن فيرسس ويز سوري ويز فلوجين فيرسس فيرجين مان الهدف منها كان اوبجكتيف كلينيكال افيكاسي اند سيفتي اوف توجيو فيرسس جراجين مانيا وزي ما بقول هي ريبوتد ثلاثه من الديشن بروجرام ثلاثه دول ستادز من الديشن بروجرام الديشن بروجرام ده كانش من سته ستادز اربعه منهم كان تايب 2 واثنين كان تايب 1 الاربعه تايب 2 كانت واحده فيهم جابانيز ما كانش موجوده خالص الديشن واحد كان في تايب 2 دايبيتس وكان هنا بيزر انسولين بيزر بولس انسولين يعني كومبير ان توجيهو فيرسس ان جلارجين 100 از بيزر بولس ريجن والاثنين اللي هي كان تايب 2 بيشنتس بياخدوا اورال هايبوغلايسيميك ايجنتس و ان توجيهو از فيرسس ان جلارجين 100 ودول كانوا يعني في منهم ناس كانت بتاخد انسولين قبل كده لكن الديشن ثلاثه هي نفسها كان مستخدم فيها توجيهو فيرسس هيدراجين مان ادد بال اورال هايبوغلايسيميك اورال انتريك ايجنتس لكن دول كانوا انسولين مان فاتعمل فول اناليسيس من خلال سبوتس وكان البرايمري اند بوينت هنا اللي هي نون انفيريورتي in A1C change from baseline with توجيهو فيرسس جلارجين عن ست شهور. زي ما حضراتكم شايفين حصل يعني باور اوكسيدين ريدكشن في A1C عن ست شهور الريدكشن ده كان حوالي 1.43% وكان ايكوال للريدكشن مع الجلارجين يعني كان الاستفاكت هنا فيكاسي سيميلر للاثنين سواء كان التوجيهو او الجلارجين وديس افكت كونتينيو كان استمر لغايه سنه اكشوال كيرف وبرضه كان الريدكشن كومبارابل في المجموعتين. معنى كده ان التوجيهو از نون انفيريور فيكسات از نون انفيريور عن الجلارجين مان. تاني بوينت اللي هي الهايبوغلايسيميا ريسك ويهمنا هنا النوكتورنال هايبوغلايسيميا اللي هي المرعبه للناس اللي بتاخد انسولين بيخاف ياخد انسولين بالليل و او اي تايم هايبوغلايسيميا اي تايم سو ذا داي هايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا هنا ديفايند از وان كونفيرمد هايبوغلايسيميا اقل من 70 او سيفير هايبوغلايسيميا. سيفير هايبوغلايسيميا يعني البيشن محتاج اسيستنس يعني ما ينفعش يسيب يعني سيب تريتمنت فلقوا هنا ان الانسدنس اوف هايبوغلايسيميا كان لور ويز توجيهو فيرسس جلارجين 100 نوكتورنال اند ات اي تايم از ذا بيست. ده كان عن ست شهور وعند سنه برضه دي افكت كونتينيو موجود عند سنه كمان التوجيهو كان اسوشيت ويز لور ريسك اوف هايبوغلايسيميا بوز نوكتورنال اند هايبوغلايسيميا في اي تايم في الزيتين. طيب الايفنت ريت يعني نمبر اوف ايفنتس بير يير بير بيشنت بير كانت ريديوز هنا باي 14% او الريسك بتاعها كان ديكريز باي 14% مع اني تايم مع الهايبوغلايسيميا في اني تايم اوف ذا داي وكانت ريديوست ب 31% ريسك اوف نكتورنال هايبوغلايسيميا قلت ب 31% مع توجيهو فيرسس الجلارجين 100 ودي طبعا نقطه مهمه جدا من
الشاب تاخد انسولين او لا. يبقى احنا هنا نتحقق حاجتين. اول حاجه النون انفيريورتي اللي هي كانت واحده من كانت برايمري انتيبوديز ستادي، نون انفيريورتي اوف توجينو فيرسس جيرشين 100 عن 6 شهور كمان عند سنه، وكمان السيفتي كان في لور ريسك هايبوغلايسيميا وخصوصا النوكتورنال هايبوغلايسيميا. الدراسه الثانيه هي برايت ستادي، دي كانت برضه رانديمايز كنترول ستادي، هي هيد تو هيد ستادي، و البيشنتس كرايتيريا هنا كان بيشنتس تايب 2 كان بيشنتس تايب 2 دايبيتس وكانوا ان كنترولد اللي هو سيت داون 7.5 ل 10.5 البي ام اي بتاعهم من 25 ل 40 والبيشنتس كانوا بياخدوا اورال ايجنتس بلس ماينس جي بي 1 ريسيبت. البيشنتس هنا راندمايز لمجموعتين، مجموعه هتاخد التوجيو للجين 300، المجموعه الثانيه هتاخد الاكزاكتلي. والستادي بيرود هنا كانت 24 اسبوع، ال 12 اسبوع الاوليين هي تايتريشن فيز. يعني ايه تايتريشن فيز؟ يعني بنبدا بستارتنج الانسولين ونعمل جرادوال انكريز في الدوز بتاعت الانسولين لغايه لما نوصل لفاستنج الغوز من 80 الى 100 اللي هو الفاستنج بتاع الصبح، يعني فاستنج من 80 الى 100 ميلي جرام بير ديسيليتر، وبعدين بمنتين الدوز دي بنوصل لها في خلال 12 اسبوع تقريبا بنسميها المينتنس فيز. يبقى كان عندنا في الاول اللي هي الفايتريشن فيز اللي هي بيحصل بيتم فيها جرادوال انكريز في الدوز اوف انسولين، كل اسبوع بيتعمل فايتريشن بالدوز اوف انسولين لغايه لما نوصل لفاستنج 80 الى 100. الهدف من الدراسه دي كان في برايمري اند بوينت هنا اللي هي ال تشينج الاي 1 سي فروم بيز لاين تو ويك 24 ويز تو جيو فيرسس جيو فيرسس ديبلوتيك. وكانت الستادي زي ما بقول هي نون انفيريورتي ستادي، يعني احنا عايزين نشوف هل التوجيه از نون انفيريور تو ديبلوتيك ولا هو احسن ولا هو سوبيريور ولا هو انفيريور. فهو الهدف هنا انها نون انفيريورتي ستادي. We are searching for non-inferiority. البوينتس الثانية اللي هي برضه safety كان بيهمنا هنا الـ incidence و الـ event rate of hypoglycemia، يعني confirmed hypoglycemia. الهايبوغلايسيميا هنا كنا بنقسمها غير الدراسة بتاعت الاديشن بروجرام، ده بنقول هنا الهايبوغلايسيميا أقل من 70 أو أقل من 54. زي ما حضرتك شايفين هنا الـ A1C reduction عند 12 اسبوع وعند 24 اسبوع، والبارز اللي على الشمال خالص ده از اند اوف ذا ستادي الاولى من الاولاني بيبين لنا الـ A1C في الباك ستادي از ذا بيز لاين، والاولى من الثلاثه بيبين لنا الايفكت بتاع التوجيو بعد 24 اسبوع، والاولى من الاثنين ده بيبين اللي هو بتاع الجلوتاك بيز لاين، وبعدين اخر كولم اللي هو الليفل اللي وصل له عند 24 اسبوع. واضح ان كان في كومبارابل ريدكشن في الـ A1C مع بوث تايبس اوف انسولين. وكان الديفرنس هي الحقيقه في المين تشينج حوالي 0.05% اللي هو ويزن ذا نون انفيريورتي مارجن. يعني لو لقيت التشينج حصل في المين ديفرنس بحوالي 0.3% او ويزن 0.3% بزياده او بنقص، فده معناه نون انفيريور. فهنا التشينج كان حوالي 0.05%، يعني ده كان نون انفيريور. اول بوينت هنا اتحققت اللي هي نون انفيريورتي، يعني الافيكسي. الافيكسي هنا عندنا الدراج ده افكتيف ريديوز الاي 1 سي بحوالي 1.6%، اصل الاي 1 سي 1.6%، وكمان كان نون انفيريور عن ال كده الديجلوداك في الثانية. الكونكلوجن ان برايمري اند بوينت كان في باور اند كومبارابل اتش اي 1 سي ريدكشن حوالي ماينس 1.6% تو جيو، وده كان نون انفيريور فيرسس انسولين ديجلوداك. كمان بالنسبه للسيتي الهايبوغلايسيميا بتاع البلد جلوكوز الهايبوغلايسيميا تو جيو هاز شون لور انستنس اند ريت of hypoglycemia versus the glutec 100 is an iteration period.
بوتاسيوم بيلين دي اللي هي 12 اسبوع الاولانيين فتره خطيره اللي انا ببدا ازود فيها الانسولين بتاع العيان ببقى مش قلقان وخايف العيان كل ما زودت له يطلب مني في هايبر جلايسيميا. هي دي الفتره الكريتيكال اللي هي الماتيفيشن فيز دي كان فيها الانسدنس والريت اوف هايبر جلايسيميا اقل مع التوجيو عن الجلوتين 100. الانسدنس اوف هايبر جلايسيميا اللي هو اقل من 70 الريسك ديكريز باي 26% مع التوجيو فيرسس الجلوتين وأقل من 54 كان ب 37% مع التوجيه برضو versus البيجلوتين. ال even rates of أو يعني rates of hypoglycemia even number of events per patient year كان decrease ب 23% أو lower ب 23% في ال blood glucose أقل من 70 مع التوجيه. كانت lower ب 43% risk increase markedly زي ما حضراتكم شايفين في الانسولين مع blood glucose less than 54 mg per deciliter. وبعدين بعد كده بقيت تحت خالص اللي هو during regarding nocturnal hypoglycemia كان كمان في significant lower risk of nocturnal hypoglycemia مش بس في التايتريشن فيز كمان ده كان موجود في المينتنس فيز اللي هي سو اوت اللي هي نص تاني من السنه. كونكلوجن تو جيرو اند ديجلوتيك 100 بروفايد سيميلر جلايسيميك كنترول امبروفمنت ويز ريلاتيفلي لو هايبوجلايسيميك ريسك. تاني حاجه هايبوجلايسيميك انسنس اند ريتس were comparable with both insulins during the full study period but lower in favor of Toujeo during the titration period. هي الفترة المهمة الأولى. طيب عملوا بعد كده سب أناليسيس للـ efficacy and safety of Toujeo in patients with impaired kidney functions. فـ يعني فيما خدوا ناس عملوا stratification classification according to GFR كانت مع جميع أكثر من 90 أو من 90 بقى لغاية 60 وفي أقل من 60 وإدوا كل مجموعة يا إما إنسولين ديجلوتيك يا إما توجيه. لقوا إن الـ A1C reduction كان أكثر مع الإنسولين مع توجيه. الـ reduction A1C كان أكثر مع التوجيه. مع التوجيهو في فيشنس كان عندهم جي بي ار اقل من 90 واقل من 60 لكن مع كده ما كانش في هاير ريسك اوف هايبوجلايسيميا. برضه عملوا سب اناليسيز لل للفيجاسي اوف توجيهو ان بيشنس ان اولد بيشنس فقسموا البيشنس ناس above 65 وبلو 65 وناس تانية above 70 و below 70 وليه قلنا ان change in A1C في الناس اللي هي اقل من 65 واكثر من 65 في patients اقل من 70 change in A1C with Toujeo كان comparable to the change in A1C مع الديجلوتين. الناس بس اللي فوق 70 كان فيه عندهم reduction in A1C اكتر مع Toujeo عن الديجلوتين. لكن برضو الانسيدنس اوف هايبوجلايسيميا اللي هي في اي تايم اوف ذا داي وكمان نوكتورنال هايبوجلايسيميا الاثنين كانوا اوف ذا سيم فريكونسي في كل الجروبس ديفرنت ايج جروبس سواء فوق 65 تحت 65 فوق 70 تحت 70 يعني كان الهايبوجلايسيميا ريسك ذا سيم في كل الناس وكانت كمان ال even rate نفسها اللي هي number of events number of hypoglycemic events per patient per year كان برضه equal في كل المجاميع ما اختلفتش مع ال age of the patients. في الاخر نقدر نقول ان ال 2 has acceptable and good efficacy يعني has effective A1C reducing effect that lasts حوالي 24 ساعة أكتر كمان يعني بيشتغل 36 ساعة و associated with low risk of hypoglycemia versus الجين 100
وكل بيشتغل اكثر من 36 ساعه. ده الاوفر دوز فلكسبيليتي. وكمان زي ما الدكتور قال ان الويت ريدكشن كان اقل استخدام في الكونديشن ستادي انفكشن في الفايتس. شكرا.